السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ده الجزء الثالث بارت 3 في اكزام 2 من كتاب ذا بيست الدايلوج. معلومة كده يا جماعة، نقرا المقدمة كويس بتاعت الدايلوج عشان بيبعطيني فيها معلومة. مستر عاطف is meeting مستر جوهان at Alexandria Airport في مطار اسكندرية. عاطف بيقول ايه؟ مستر جوهان how do you do؟ عامل ايه؟ بديهي لما يقول لي how do you do ممكن نرد عليه نقول how do you do، بس هنا ما كانش فيه question mark so هنقول اللي هي I'm pleased to meet you، لأن كمان عاطيني في الإجابة عاطف رد عليه قال له I'm pleased to meet you too. طالما في تو أيضا يبقى دي هنكتبها زي ما هي I'm pleased to meet you. طيب سأل هنا سؤال إجابته yes، طبعا yes يبقى هل، و it was يبقى سو على طول السؤال بوز. it was comfortable one يعني كانت مريحة، اللي هي أكيد الجيرني بتاعته، يبقى was your journey comfortable كانت مريحة. Yes it was a comfortable one. عاطف قال له that's good please follow me and I'll take you to your hotel. اتبعني وهاخدك للهوتيل بتاعك، الهوتيل بتاعك. طيب في سؤال اجابته no it isn't far يعني مش بعيد، يبقى اكيد قال له الهوتيل بتاعك بعيد. is it far from here is it far from here No, it isn't far. It should take us about 15 minutes. هتاخد مننا حوالي 15 minutes. سأله سؤال عاطف. Is it your first trip? هل دي أول رحلة ليك هنا؟ فقال له طبعا طالما قال له نو متاح لينا إن احنا نكتب، ممكن تبقى التالتة التانية. It's my second one. No, it's my second one. طب عاطف سأل سؤال إجابته just a fortnight يعني اسبوعين. فورتنايت دي يا جماعه معناها اسبوعين، يبقى اكيد هيقول له ما المده اللي انت هتقضيها. How long will you stay here؟ عاطف سأل سؤال What would you like to visit this time؟ المره دي عايز تزور ايه؟ او حابب تزور ايه؟ اي بقى مكان احنا مشهور في اليكس نقوله. Alexandria Library مثلا and the lighthouse. اوكي يا رب يكون الخط واضح ليكم. وده الدايلوج يا جماعه سهل جدا مفيهوش اي حاجه.